مساء الخير مرة أخرى، معكم علا العلاوي، كاتب ومخرج سينمائي. قبل ما نمشي للجزء الثاني، باغي ندير واحد التذكير دغيا 20 ثانية حول المفهوم ديال السيناريو. قلنا بأن السيناريو هو صنعة وموهبة، واللي عنده الصنعة والموهبة راه يكون أكثر. إذا السيناريو المفهوم ديالو هو صنعة موهبة، يعني حكاية ديال واحد القصة فاش عرفت توصف فيها الوصف والحوار، وكيكون في داخل السياق الدرامي. إذا السيناريو هو صنعة وموهبة يتضمن حكاية أو قصة فيها وصف وحوار يكون داخل السياق الدرامي. هذا أنا ماشي اللي قلت المفهوم، ولكن قالوا سيد فيلد ومعروف عالميا. إذا مرة أخرى ندير تقريبا واحد الإضافة حول لا بريميس بالفرنسية، لا بريميس أو المقدمة الدرامية، أو باللغة الإنجليزية بريميس. هاد بريميس هي كتعني المقدمة الدرامية، في الحقيقة هي المضمون، هي كل شيء في الفيلم. والكتاب سيناريو إلا ما اشتغلوش على المضمون، على الفكرة الأساسية ديال السيناريو، فراه ما يمكن لهم شيء. واليوم غادي نطرقوا لواحد الفيلم عالمي، وكنا بغينا نطرقوا لواحد الفيلم مغربي جميل، اعتقد شخصيا بانه الكتابه ديالو كانت جميله جدا، وكنت حاضر في المهرجان الوطني ورشحته من احسن من يكون من احسن السيناريو اللي ياخذ، لكن المفاجاه هو انه خد جائزه كبرى، فيلم ديال سعيد خلف، اعتقد مسافه الميل. فكنت اتصلت بالمخرج مباشره بعد واحد اللقاء معه حول برنامج اذاعي، كان مع اعتقد بلال مرميل، فقالوا انه المخرجين كيحسدوه وكذا ولا شيء. قلت له الله يكثر خيرك، انا من الناس اللي معجب بالفيلم ديالك، وكنتمنى انه تصيفطوا لي بالام بي 4 او بواحد لا ريزولوشن تكون غير بسيطه، لانني باغي نتكلم عليه. ها هي المناسبه كتشوفوا اليوم، باغي السيد ما تاقش فيا، سي نورمال، لانه قال ما عرفش غادي نتاجر الفيلم ديالو او لا نبيعو نشري في الفيلم ديالو كما كدار بعد في الاسواق شي ناس. لكن انا ما انا بغيت نتكلم عليه، لانه اعتقد بان الكتابه ديالو جميل وقريبه للسيناريوهات ربما بين قوسين عالمي. دونك ما غادي نشيروا ليه، ولكن انه نفضل اليوم غادي نتكلموا على سيناريو عالمي واحد اخر، فيلم شعبي واحد اخر، نال واحد الشعبيه كبيره جدا، التكلفه ديالو كبيره جدا، والفيلم والمخرج ديالو والسيناريست ديالو كبير كبير جدا. واللي كيقول في الفيلم ديالو هو بربنا السعودي كتبه انا ملك العالم، I am the king of the world، je suis le roi du monde، وهو جيمس كاميرون الفيلم تايتانيك. دونك هاد تايتانيك ديال جيمس كاميرون هو اللي نتكلموا عليه اليوم بالتفصيل، كيفاش تكتب. نحاولوا ندير واحد المقاربه ونمشيو الى الى الى, إلى الامام. دونك بالنسبه للمقدمه الدراميه ديال جيمس كاميرون التايتانيك، اعتقد بانه كيتكلم على الانانيه، كيتكلم بالفعل على الانانيه. وبالمناسبه يعني المضامين راه كاين في واحد الكتاب جد جميل جدا، كنتمنى انه انا ما كنعرفوش واش كاين باللغه الفرنسيه، ولكن الشغل ما يكون مترجم، وهذا اللي حداكم هو بما يسمى الفن في الكتابه الدراميه ديال لوخوس ايغري، The Art of Dramatic Writing by Lochos Igri. هاد الكتاب قلبوا عليه، رمز مزيان حتى للدراماتورج او المسرحيين، لانه تعطيك شنو هي الافكار وكيفاش كتطورها الى كتابه دراميه. اذا الانانيه تؤدي الى فقدان اعز الناس، هذا هو اعتقد هو المضمون ديال الفيلم السينمائي تايتانيك. لماذا تكون انانيه؟ لانها هي في الاساس هي اللي جعلت كارل بيرسوناج كاركترز، كاين بيرسوناج كاركتر شخص كارل، وهو اهم شرير اللي هو ضد جاك ليوناردو دي كابريو، تيكون كيبغي يتنافسوا على روز اللي لعبت دور كيت وينسلي. اذا عندنا كارل، هاد الشخصية مهمة جدا، أنانية بواحد الشكل
بشكل فظيع جدا. ولماذا أنانية؟ لأنه بغى يمتلك روز، بغى يمتلكها بحال اللي كيمتلك الفلوس. هو من الطبقة، هو من الطبقة الأرستقراطية، من الطبقة الراقية، فهمتيني؟ إذا هاد كارل اللي لعب الدور ديالو، أنا أعتقد بيلي زين، بيلي زين سي ان اكتور امريكا جو كخوا، ولا بريتيش بريطانيك، ولكن اللي كيهمو حنا كيهمنا الشخصية ديالو كارل، هاد كالودون، كالودون يعني شخصية كاملة، لكن كيعيطوا ليه في الفيلم كارل. هذا هاد الشخصية هذه لأنه متمسك بالنرجسية ديالو، متمسك بالأنانية ديالو، فقد روز وفقد الجوهرة، الجوهرة الأساسية اللي عطى روز باش رسمها جاك ملي كانت في البيت ديالها. إذن هناك شخصية أنانية واحدة أخرى، وهي أعتقد روث، هاد الممثلة روت اللي هي الممثلة سميتها فرانسيس فيشر، ممثلة بريطانية، يعني هادو كيتلاقاو في هادي، هاد روث هي الأم ديال روز، وكيتلاقاو جوج، يعني حتى هي بشكل كتلقى مع كارل في الأنانية ديالو، بغات تملك بنتها باش تدفعها إلى العالم البرجوازي، لان هي طموحه، بغات الفلوس، بغات غير الرفاهيه، وبغات الحياه السهله. اذا ولو رغم ان الباك ستوري ديالها، اي الخلفيه الماضيه ديالها، وهاد الباك ستوري اللي هي بتقنيه ديال السيناريو اللي نهضروا عليها من بعد، هي تيجي من الفقر، بحال الشخصيه الرئيسيه البطل ديالنا اللي هو ليوناردو دي كابريو، اللي مسميته في الفيلم جاك. جاك هذا هو جاي من الخلفيه الماضيه ديالو، جاي من الفقر، انسان ولكن فنان، كيرسم، كيعيش على الرسم. اذا هاد دونك عندنا جاك، باردون غادي تصبروا معايا لانني انا ماشي جرافيست، ولكن غادي انا كندير هاد المجهود باش يكون ان شاء الله هادشي. اذا تكلمنا على روز، جاك هو ليوناردو دي كابريو، علاش كنقول دائما ليوناردو دافنشي، ما عرفتش علاش انا كنقول ليوناردو دي كابريو، ان روز وهي كيت وينزلي. هاد كين وينزلي شتي اكتريس بريتانيك، فريمون كلشي كيحبها في التورناج، واحد السيده خطيره وجميله جدا، لا في الاداء ولا تعرفوا بان هاد كينز وينزلي اللي هي روز، يعني ان قال لك في التورناج كتعاون تجيب حتى الماء وتجيب القهوه وتدير كيترين، وهاد الناس يعني الناس ديال السينما تيعرفوا هادشي. سيده رائعه جدا. دونك وهناك شخصيه اخرى وهو سبايسر. هاد سبايسر هو لاسيستون، هو انسان شرير، هو لاسيستون ديال روث، هو اللي كيكون المساعد ديال روث، كيكون عنده الفردي، هو اللي كيشد بالمينوت جاك. دونك هادو كلهم كيتسموا هذا خصم، هذا كارل خصم ديال جاك، وجاك خصم ديال سبايسر، لكن غوز حليفه ديال جاك. وهناك حلفاء واحد اخرين، هناك حلفاء واحد اخرين اللي عندكم مثلا، وهي عندك فابريسيو في الحقيقة نديرو حدا جاك، لأنه الحليف ديال فابريسيو هناك أيضا حليف واحد آخر، وهي مولي الممثلة المشهورة كاتي بيتس. هادو الحلفاء، غنكتب هنا حلفاء، باغدون نكتبها باللغة العربيه لان احسن باش نبقاو عاقلين عليها. اذا عندنا لاحظوا احنا نرجعوا لرحله الكاتب ديال كريستوفر فوكلور، اللي كتب لينا هذا الطابلو اللي هو مهم جدا، اللي فيه الحلفاء. ها هي في الوسط، كتشوفوها في الوسط، عندنا الاعداء والحلفاء. اذا هذا هي الميكانيزم ديال السيناريو. ملي دونك انا نصحتكم في الجزء الاول بشراء كتاب ديال كريستوفر فوغلور رحلة الكاتب، مهم جدا. إذا هادو حلفاء، كذلك حليفة لجاك،
حليفة جاك، لكن روث خصم لجاك، هذا خصم شديد 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 جدا، خصم لجاك، وهذا خصم لجاك. دونك بالمناسبة، دونك عندنا هذا جاك كيسمى باللغة السيناريستية ان بروتاغونيست، كان اسمه بالفرنسي احسن، بروتاغونيست، وهذا انتيغونيست، هذه انتيغونيست، الام ديال انتيغونيست، هادو هما اللي كيشكلوا المحور الدرامي في الفيلم ديال تايتانيك. دونك هادو الناس مهمين جدا، تيشكلوا كما قلنا. هذا كاين حلفاء، هناك كاين واحد في الشخصيه بما يسمى بالحليف اللي كيتسمى لو فو اليي، فيك الاي، باللغه الانجليزيه كيتسمى فيك الاي، بالفرنسيه كيتسمى اعتقد بفو اليي. هادو تيكونوا في الاول الحليف المزيف، غالبا تيكون هذا الحليف المزيف، اسمحوا لي على الاخطاء، تيكون مثلا انا نعطيكم ارجع الفيلم ديال المسافه تمي، في امين الناجي تيكون هو البروتاغونيست في الفيلم ديال المسافه تمي، وعنده حلفاء. الحلفاء هو حميصه ولالا حبي، هذاك لالا حبي حميصه كيبقى في الحليف دائما حتى نهايه الفيلم، لكن لالا حبي كيبقى حليف دائم الى حتى تتغير الشخصيه ديالو، كيولي حليف مزيف، كيولي خصم. وهذا القوه ديال السيناريو، هذه تقنيه كنلقاوها في الافلام العالميه الكثيره. دونك وبالمناسبه الشخص، كاين كتاب جميل جدا ديال وهي معلمه يعني جورو في امريكا، تدرس وتصحح لي سيناريو في هوليوود، سميتها ليندا سيجر. هاد ليندا سيجر عندها كتاب سميتو باللغه الانجليزيه Making Characters Great، يعني الشخوص تصبح يعني كبيره ولا يعني عالميه او يعني شي حاجه كبيره، Making Characters Great. هاد السيده هادي مهمه جدا بالنسبه لكتاب السيناريو، وخاصه المتمرسين اللي بداو كيتمرسوا في الكتابه السيناريستيه، لانهم هي عندها كتاب خاصه سبيسيالمون غير لي بيرسوناج، كتعطيك لي ديتاي، داك الشيء مدقق على سواء كان خصما او حليفا او حليفا مزيفا او حليفا دائما، كما كان النوع ديالو. دونك هاد المقدمه ضروريه باش نمشيو للطابلو، وغادي نفكو ب يعني بامتياز كيفاش تكتب التايتانيك من بدايه تقريبا البدايه الاولى الدقيقه الاولى الى الدقيقه النهايه. وبالمناسبه تايتانيك راه فيه 3 ديال السوايع و17 دقيقه، بمعنى تقريبا 197 دقيقه، و197 دقيقه كتكون فيه يعني راه فات 120، يعني في هوليوود كيطلبوا دابا 120 دقيقة ساعتين أو على الأقل، لأن التكلفة كما قلنا في الماضي، لكن هذا الفيلم راه تقريبا 197 دقيقة، راه لأن فيلم جد مكلف، فيه فلوس كثيرة 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 جدا، لكن فيلم نجح عالميا وخلى واحد الصدى عالمي جميل. إذا الجزء الثالث غادي إن شاء الله نديرو بالتفصيل كيفاش كتب جيمس كاميرون الفيلم ديالو تايتانيك، وغادي نفصلوها بتدقيق علاقات الشخوص مع نفسها ومع الحبكة ومع كل شيء. تحياتي علا العلاوي، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.